هلا بمساهمة غابي بريزيدان لمسة محبة. صوفيا صلى صلى يا صوفيا اعطينا طاجين البي الحلو هذاك. ايه سلطان حضرت اليوم طاجين البي مش طاجين السلطان. طاجيني انا هذاك. طاجين البي مش السلطان. نعطيكم المقادير 300 غرام لحم مفروم، 500 غرام سبناخ، 250 غرام ريغوتا قيصر، 12 كعب عظم، 200 غرام غابي بريزيدون سبيسيال طاجين، زوز سنون ثوم، 4 مغارف زيت، فلفل أكحل وملح. الطريقة نحطوا اللحم يطيب في الطنجرة مع الزيت، نفوحوا بالفلفل الأكحل والملح ويقعد يغلي حتى يشيح من الماء ويقف على زيته. نصمتوا السبناخ ونخليوه يستقطر. ناخذوا نصف كمية الغابي بريزيدون سبيسيال طاجين، نخلطوه مع العظم وبعد نخلطوا اللحم نحطوه في المول، وبعد نحطوا اللحم، من بعد نخلطوا السبناخ مع الثوم يكون مرحي مليح، ونصف كمية الغابي بريزيدون سبيسيال طاجين ونحطوه فوق اللحم، وبعد نخلطوا الريغوتا مع العظم اللي قعدنا ونحطوها من فوق، ندخلوا الكوشة يطيب مدة 20 دقيقة في 200 درجة ونخرجوه ونقصوه ونقدموه سخون وتاكلوا بالشفاء والهناء. سلة سلة بمساهمة غابي بريزيدان لمسة محبة.